السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. وبعد، فإن الله تعالى أنزل هذا القرآن العظيم لتدبري والعمل به، فقال سبحانه: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وعملاً بهذه الآية الكريمة لنستمع إلى آيات من كتاب الله تعالى ونتدبر ما فيها. قال تعالى: إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون، هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون، لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون، سلام قولا من رب رحيم. قوله تعالى: إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون، قال ابن كثير رحمه الله يخبر جل وعلا أن المؤمنين إذا انتقلوا من عرصات يوم القيامة إلى روضات الجنات يكونون في شغل عما فيه غيرهم من النعيم المقيم والفوز العظيم. وقال ابن عباس: إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون، أي فرحون. وقال بعض المفسرين فاكهون، أي هم في شغل عما فيه غيرهم من كل ما تفكه به النفس وترتاح إليه النفوس وتلد به العيون. ومن ذلك نكاح زوجاتهم من الحور العين الأبكار اللواتي جمعن بين حسن الخلق والوجوه وحسن الأخلاق. قوله تعالى: هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون، أي في ظلال الأشجار متكئون على السرر المزينة بأنواع الزينة، متكئون اتكاء يدل على الراحة والسعادة واللذة. قوله تعالى: لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون. هذه الفواكه ذكر الله جل وعلا بعضا منها في كتابه كالعنب والتين والرمان وغيرها من الفواكه الأخرى. قال تعالى: يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب، وفيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين، وأنتم فيها خالدون. قوله تعالى: سلام قولا من رب الرحيم. قال الشيخ عبد الرحمن بن سعدي: وفي هذا كلام رب العالمين سبحانه لأهل الجنة، كلام الرب جل وعلا لأهل الجنة، فلا تحية أعظم من تحيته سبحانه، فهو ملك الملوك. فلولا أن الله جل وعلا قدر ألا يموتوا وألا تزول قلوبهم عن أماكنها فرحا بذلك لحصل. فنسأل الله تعالى أن يمتعنا برؤيته ورضاه سبحانه. انتهى كلامه. أيها الإخوة الأفاضل، من فوائد الآيات الكريمات أولاً أن في الجنة أزواجاً يتلذذ بهن المؤمن ويتمتع. قال سبحانه: ولهم فيها أزواج مطهرة. قال مجاهد وغير واحد من المفسرين: مطهرات أكرمكم الله من الحيض والنفاس، من الحيض والنفاس والبول والغائط والمني والولد. روى الإمامان البخاري مسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لروحة في سبيل الله أو غدوة، يعني أول النهار أو آخر النهار، خير من الدنيا وما فيها، ولقاب قوس أحدكم في الجنة أو موضع صوت، الصوت لا يتجاوز متر في عدة سنتيمترات، هذا المكان الصغير في الجنة خير من الدنيا وما فيها. ولو أن امرأة من أهل الجنة اطلعت على أهل الأرض لأضاءت ما بينهما، أي ما بين السماء والأرض، وذلك لشدة جمالها
ولملأت ريحا، وذلك لطيب ريحها، ولنصيفها على خمارها، أي الغطاء الذي تضعه على رأسها خير من الدنيا وما فيها. قال بعضهم: إذا كان هذا الغطاء الذي تضعه على رأسها خير من الدنيا وما فيها، فكيف بالحورية نفسها، بل كيف بالجنة كلها. روى الإمام أحمد في مسنده من حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الرجل ليعطى في الجنة قوة 100 رجل في الأكل والشرب والجماع والشهوة. فقال رجل من اليهود: يا محمد، إن الذي يأكل ويشرب تكون له الحاجة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: حاجة أحدهم عرق يفيض من جلده فإذا بطنه قد ضمر. ثانياً: أن في الجنة فواكه وأنهار، ولكنها تختلف عما في الدنيا، فلا يدرك الإنسان بحسه، كما قال سبحانه: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. قال ابن عباس: ليس في الجنة مما في الدنيا إلا الأسماء. روى الإمامان البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: قال الله تعالى: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. واقرأوا إن شئتم: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. ثالثا: من فوائد الآيات الكريمات إثبات كلام الرب سبحانه لأهل الجنة. قال ابن كثير: وفيه أيضا أن الله جل وعلا يكلم أهل الجنة، كما قال سبحانه: تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. يوم يلقونه، أي يوم يسلم عليهم، وذلك في الجنة. نسأل الله تعالى الكريم فضله وأن يجعلنا جميعا من أهلها. رابعا: أن أفضل النعم التي يكرم الله تعالى بها أهل الجنة رؤيته ورضاه عنهم، كما جاء في صحيح مسلم من حديث صهيب الرومي رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة يقول الله جل وعلا: يا أهل الجنة، إن لكم عند الله موعدا يريد أن ينجزكموه، أو يقال لهم: إن لكم عند الله موعدا يريد أن ينجزكموه، فيقولون: ألم يبيض وجوهنا؟ ألم يدخلنا الجنة؟ ألم ينجنا من النار؟ قال: فيكشف الحجاب، فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إليه سبحانه. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وقال أيضا سبحانه: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وفي الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة يقول الله تعالى: يا أهل الجنة، هل رضيتم؟ فيقولون: وما لنا لا نرضى، وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من خلقك. فيقول الله عز وجل: أنا أعطيكم أفضل من ذلك. فيقولون: وأي شيء أفضل من ذلك؟ فيقول الله عز وجل: أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. خامسا: أن أهل الجنة كلما طلبوا شيئا أعطوه وزيادة. قال تعالى: لهم فيها ما يشاءون ولدينا مزيد. روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: سأل موسى ربه فقال: يا رب، ما أدنى أهل الجنة منزلة؟ قال: هو رجل يجيء بعدما دخل أهل الجنة الجنة، فيقال له: ادخل الجنة، فيقول: يا رب، كيف أدخل الجنة وقد نزل الناس منازلهم وأخذوا أخذاتهم؟ فيقال له: ادخل الجنة، ولك مثل ملك ملك من ملوك الدنيا. فيقول رضيت ربي،
فيقول الله عز وجل بعد ذلك ولك ذلك وعشرة أمثاله معه، أي يضاعف مثل ملك من ملوك الدنيا وعشرة أمثاله معه، فيقول رضيت ربي، فيقال له فإن لك ما لذت به عينك وطابت به نفسك، أو كما جاء في الحديث. قال يا ربي فأعلاهم منزلة، قال أولئك الذين أردت غرست كرامتهم بيدي، فلم تر عين ولم تسمع أذن ولا خطر على قلب بشر، أي فوق مستوى عقولنا. قال سبحانه فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللهم اجعل خير أعمالنا خواتمها وخير أيامنا يوم لقائك، اللهم اختم بالصالحات آجالنا، اللهم صلِّ وسلِّم على نبينا محمد.